السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق للغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغرب. اذا في فيديو سابق قلت باللي مقابله المنتخب الوطني ضد الصومال راح تكون ممله، نظرا لفروقات كبيره بين المنتخب الوطني ومنتخب الصومالي، مع احترامي لمنتخب الصومالي. وكاين اللي كتب لي في التعليقات باللي هذا يسموه تكبر وتعالي، ومنتخب الصومال يتطور وافريقيا تتطور. حيه معليش افريقيا تتطور، بس واش معنى افريقيا تتطور؟ خلاص افريقيا ولات اوروبا ولا فهمونا ولا بدلوها القاره، ما فهمتش انا واش معنى تطور. ها كون جات تطورت، كون راهي كاليفات كوب دي كوب دافريك، كون جات الصومال تطورت، كون راهي راحت كوب دافريك اخر منتخب افريقي، كيفاش تقول لي تطور؟ وينو تطور؟ الهدف اللي سجلوه الصومال واش فاو عليها منا على المستقبل، على 10 سنين على 20 سنه بيطول عمرنا هذاك الوقت؟ راحين يحكوا اولادهم واولاد اولادهم باللي سجلنا هدف على الجزائر في الجزائر، هذا منتخب الصومالي. مع احترامي ليه انا مانيش نستصغر، لا لا حاشا لله، لكن كي يتكلم الانسان يتكلم بموضوعيه. اليوم مقابله كانت ممله، ما المفروض راح تكون ممله على الاقل 10 8 9 نقولوا اهداف، ثم خلاص مقابله ممله، فريق واحد يلعب حصه تدريبيه، لكن 3-1 احنا درنا التشويق. هنا المقابله تغيرت من اللي كنا يعني متوقع. انا واحد من الناس نحكي على نفسي، ما نحكيش على الناس، كاين الناس اللي متوقعه نربحوا بثمانيه بعشره، وما رايهم صحيح على كل حال. لكن الممله هذه احنا قلبنا فيها التشويق، ولات مقابله مهمه ومشوقه، هدفين لهدف الى غايه دخول الاسلام السليماني وركنيه تاع ادم والناس جاء منها الهدف. كل صراحه نقول باللي مقابلة تاع اليوم فوز وفقط، فوز وفقط، ما نزيدش حاجة أخرى. بكل صراحة ماهيش، ما نحكيش الجانب التقني والفني والتكتيك وخطة، يا مدينا العلو الشيطان يا ناس، خافوا ربي يا ناس. احنا ماناش ضد المنتخب تاع بلادنا، احنا ماذا بينا نفرحوا ماذا بينا نروحوا كأس العالم، بس احنا نهضروا شوية بالمنطق. هذه اسمها صومال يا ناس، يا ناس اسمها صومال. كل نربحوا تنزانيا بالسته وبالسبعه كانوا يقولوا لنا باللي منتخبات مجهريه وضعيفه، ودركا مع الصومال 3-1 واش نقول؟ في من نحصلوها؟ في من نحصلوها؟ نحصلوها في الحكم، نقولوا قاسما قاسما 2 الجزء الثاني مسلسل قاسما، في من نحصلوها؟ عيب عيب والله، غير واحد يحشم يحشم. دوكا كون جينا لعبنا مع فريق قوي، فريق عنده تاريخ، ولو ما نقولوش اسيدي احسن منه، نقولوا فريق متوسط اسيدي، انا احسن منه كتاريخ، نقدروا نحلوا ونتكلموا طريقه لاعب خطه. جينا نحكم مع الصومال، هو عيب يا جماعه والله غير عيب، عيب نحكوا على الصومال وزيد سجلنا هدف في بلادنا، والشوط الاول ضيعوا زوز فرص، لا ضربه العارضه، انا مش مصدق والله ماني مصدق، ضربه العارضه وحده خرجها موندريا، يا شنو هذا؟ فريق لا غالب عليه، انا مانيش نلوم فيه، الصومال لا غالب، امكانياتهم وظروفهم ربي يكون في عونهم، ربي يكون في عونهم، لا غالب هذه امكانياتهم لا غالب، كي كلاسيه من فيفا ماهوش يخرق، الفيفا كي حطتهم 196 ولا 197 عالميا، واخر منتخب في افريقيا، راهي ما جابتهاش شكاك من فراغ، لا غالب ما عندهمش امكانيات، ما عندهم والو المخالق، لا غالب اسمها دولة فقيرة وضعيفة في التنمية في كرة القدم، اسمها الصومال، الله غالب الله غالب، هذه إمكانياتهم الله غالب. مي بصح يخرجوا لك عباقرة، لا إفريقيا تطورت، إفريقيا تطورت، الصومال منتخب عالمي، الصومال طور، الصومال قفزة كبيرة في إفريقيا. يا خويا كي عاد قفزة كبيرة وإفريقيا تطورت والصومال دار نهضة كبيرة في كرة القدم وتطور وهرب على مستوى إفريقيا، طلع طلع بزاف، يا يعني ما راحش كاس افريقيا، ها على ما راحش كاس افريقيا يا اخي، نهضه كبيره وتطور، هاو عيب هاو حشمو حشمو، عيب عليكم عيب عليكم، انكم منتخب ما كانش قلبتوه على بالنا ماتش يتعاود والفيلمات الهندي، على بالنا كاينه مصلحه وكاين فيها الفلوس، كاين الفلوس لازم ديما هكا. بصح المنكر ما يشوفوهش، دير واحد ما شافوش المنكر قدامهم، بصح دير واحد ما شافوش. عجبكم الماتش تاع اليوم؟ بيناتنا بيناتنا نهضروا بالون بالون كرة قدم اسيدي، هاي
نهضر كرة قدم هاي لعبنا وحدنا في التيران بصح ما قدرناش نخلقوا فرص كثيره وما قدرناش نسجلوا اهداف. علاش علاش علاش؟ لان الخصم تكتل في الدفاع اوكي بصح الخصم هذا شكون اللي تكتل لك في الدفاع؟ اللي عنده لاعبين دي ستار نجوم في الدفاع ما تقدرش تفوت. ورغم هذا تقدر حتى بالمنتخبات اللي تركز لك اللعب نتاعها في الدفاع وتتمركز في الدفاع وتغلق لك اللعب تقدر تدخل وتفوت. مي بصح هذه الصومال ما نقدروش ندخل داخل الصومال ما نقدروش نكملوا بريمير ميطون 5-0 ما لا كاينه مشكله كاينه مشكله كبيره. ما جوش تقولوا لنا برك راهي الفريق الاول الفريق الثاني لان ماندي تيتولار عطال تيتولار واسمو زروقي تيتولار محرز تيتولار هذوك واش نزيدو ثاني قويري ثاني نزيدو قولوا لي ثاني قويري خرده قويري يا اخي مستوى عالي خرده اللي دخلوا دوزيام ميطون وناس خرده زيدوا قولوا لنا خرده عموره خرده سليماني اللي سجل هدف زيدوا له قال الفريق الثاني سليماني راش معين ما كاش حاجه اسمها فريق ثاني فريق الاول. المدرب يدير قائمه فيها 23 لاعب 23 لاعب هذا يكونوا محضرين في بالهم باللي في اي لحظه راح يلعب مادام عيط لك راح تلعب قادر الماتش هذا ما تلعبش لانني عندي خيارات فنيه المنافس انت طريقه اللعب نتاعك ما تتلائمش مع المنافس نخليك الماتش اللي بعده. لكن 23 لاعب من 70 مدرب اراهم في اي لحظه يلعبوا اساسيين وما كانش حاجه اسمها اساسي واحتياطي وفريق اول وفريق ثاني عيب عيب ما نعدوش نتلاعبوا بالمصطلحات نتلاعبوا بالمصطلحات بالنيه معليش اما باش ندخلوا دراهم استغباء الناس لا عيب عيب ما نكذبوش على الناس. ما كانش حاجه اسمها فريق اول وفريق ثاني المدرب دار 23 قائمه 23 لاعب يعني 23 لاعب في اي لحظه معنيين باي مقابله قادر في اي ماتش يلعب لونترينير قادر مثلا مانيش عارف انا مثلا في مقابله مهمه لونترينير ما يلعبش محرز يدير اوناس في بلاصه مالا محرز ولا فريق ثاني لا ما كانش فريق ثاني فريق الاول. المنتخب الوطني اليوم انا ما عجبنيش الحال كل صراحه انا في بالي كنت مدايرها باللي حصه تدريبيه مش استصغاره نهضر بالواقع نهضر بالواقع بالادله وبالبراف بالترتيب الفيفا اليوم حصه تدريبيه انا في بالي كي معك قلت اوموا قال ميطون الاول 5-0 ولا 4 سيدي ما نقولوش 5 الشوط الاول 4 الشوط الثاني 3 ولا 4 7-8-0 معليش مي الشوط الاول هدفين اللي صفر وزوز فرص حقيقيه للصومالي يروحوا وزيد الشوط الثاني ما قدرنا نديروا ولا شيء حتى نسجلت الصومال وقلصت النتيجه وكاين بعض الكرات اللي ضيعوهم في الشوط الثاني اخطاء ايضا فرديه من بعض اللاعبين صراحه انا الحساب اللي حسبته باللي مقابله ممله ولات مقابله مشوقه غلطت فيها هذه صح نعترف بالغلطه تاعي كنت نظن باللي مقابله ممله ونعمروا لهم سكور ويروحوا يروحوا الله غالب الله غالب امكانيات لكن ولات مقابله مشوقه هدفين لهدف ضد الصومال. المقابله الجايه ضد الموزمبيق موزمبيق احسن باش نكون صريح احسن من الصومال مستوى نتاعو احسن من الصومال لكن ماهوش المنتخب اللي راح يخلينيش نسجل عليه ماهوش المنتخب اللي راح يحجم القدرات نتاعي لا نقدر نفوز عليه في بلاده عادي جدا. فريق منتخب احسن من الصومال يلعب على ارضيه ميدانه بعض المعطيات اللي راح يخدم عليها هو الحراره والجو وكذا والرطوبه وهذيك وهذيك وفارق وعامل التوقيت لكن ما يقلقنيش بكل صراحه نهضر كره قدم ما يقلقنيش. موزمبيق فاز على بوتسوانا في ارضيه ميدانها في بوتسوانا 3-2 قلت لكم احسن من الصومال بكل صراحه موزمبيق احسن من الصومال هذه حقيقه لكن ماهوش المنتخب اللي يوقف الند للند مع المنتخب الوطني عيب احنا رانا تاريخ يا صاحبي احنا ماناش البارح تعلمنا كره القدم الجزائر مانيش من البارح تعلمت كره القدم الجزائر راهي تاريخ وتاريخ وتاريخ عرق في كره القدم في الجزائر بكل صراحه ماناش البارح بدينا كره القدم باش نتفاهموا. اذا احسن باش نختم احسن لقطه في المقابله اللي عجبتني بزاف واحسن صوره في المقابله خير من الفرص اللي راحت وضاعت احسن صوره هي صورة سلام سليماني بالعلم الفلسطيني. أحسن مساج
لمسانده لاخواتنا الفلسطينيين، واحسن مساج للدول لا تدعي حريه الانسان وحقوق الانسان. برافو اسلام سليماني، هذه احسن صوره للمقابله ونختموا بها. نتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني يكون في استفاقه مع موزمبيق. في الاخير متقانا مع مزمن الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.